يونس صوت كاين ما كاينش صوت ما كاينش ما كاينش صوت بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب حضرة السيدات والسادة يطيب لي في البداية أن أجدد لكم ترحيبا بكم ملكا حكومة وشعبا بكم في بلدكم الثاني المملكة المغربية وأنقل لكم حرص جلالة الملك محمد السادس وعنايته الملكية السامية بكل ما يعزز وحدة دولة ليبيا الشقيقة ورحمة مؤسساتها الشرعية ومتمنيات جلالته أن تكلل اجتماعاتكم بالتوفيق والنجاح لما في خدمة وطنكم وشعبكم. وأود أن أعرض لكم عن سرورنا واعتزازنا لالتئام هذا اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة التي يعرفها هذا البلد المغربي الشقيق والعزيز علينا جميعا. حضرات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الليبي، إن اجتماعكم اليوم بالمملكة المغربية وبالضبط بمدينة طنجة يعكس بشكل جلي وملموس أمرين هامين، فهذا الحضور القوي وهذا الاجتماع المهم هنا في طنجة يعكس أولا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحتلها المغرب لدى الأخوات والإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية، وهي الثقة التي نعتز بها وسنعمل كل ما في جهدنا للحفاظ عليها وتعزيزها لأنها مصدر فخر لكل المغاربة بالنظر إلى ما يجمع الشعبين المغربي والليبي من روابط إنسانية راسخة ومشاهد أخوة صادقة. كما أن هذا الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام اليوم بطنجة يعكس ثانيا الالتزام الراسخ للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك بتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية. وأود هنا أن أؤكد لكم أن المملكة المغربية لم ولن تدخر أبدا أي جهد لمناصرتكم والوقوف جنبا إلى جنب معكم عبر تهيئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظركم بحرية واستقلالية ودون تأثيرات خارجية حتى بلوغ مرادكم ومرادنا معكم، أي توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة شرقا وغربا وجنوبا، بما يضع حدا نهائيا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية بإرادة ليبية وتحت مظلة الأمم المتحدة. السيدات والسادة، وفق رؤية جلالة الملك فإن إيمان المملكة المغربية قوي وقناعتها راسخة بأن تعميق الحوار والتشاور الليبي هو الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية. وهذه القناعة التي اتخذت منها المملكة المغربية نبراسا تستنير به في مشوارها لدعم الإخوة الليبيين في حل أزمتهم ترتكز على أربع اعتبارات. أولا،
نحن نعتقد أن الحوار الليبي هو الأساس، وذلك نابع من قراءة نافذة لتاريخ ليبيا المجيد الذي سجل بمداد من فخر ملحمة كفاح الشعب الليبي البطولي وما يميز هذا الشعب من شيم الإباء والعزة والتضحية من أجل الوطن. المغرب يؤمن بأن الحل هو في الحوار الليبي لأن ذلك قائم على ثقة تامة أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها الأبرار، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة والمرافقة لتأمين فضاء للتشاور والحوار وتحصين هذا الفضاء من تجاذبات الأجندات الأجنبية والمصالح الضيقة التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي. ثالثا، نعتقد أن الحوار الليبي هو الأساس لأننا أخذنا العبرة من فشل كل محاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل الليبي أو فرض وصاية على أبناء ليبيا أو جعل ليبيا مجالا لتجاذبات أجندات لا علاقة لها بمصلحة ليبيا وشعبها. وأخيرا، إن هذه المقاربة المغربية تنطلق من تجربة المغرب نفسه مع الإخوة الليبيين، سواء في الصخيرات في 2015 والذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد المرجع السياسي الوحيد الذي حظي بموافقة الليبيين ودعم المجتمع الدولي، علما بأن بنوده طبعا تحتاج إلى تطوير وتعديل وتكييف لتتلائم مع الواقع الجديد، وهي نفس الروح الوطنية التي لمسناها في الليبيين في لقاءات بوزنيقة في هذه السنة والتي تكللت بتفاهمات المنشودة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية. ففي هذه التجربة سواء في الصخيرات أو في بوزنيقة تمكننا أن نقف على الأجواء الإيجابية التي تسود اللقاءات الليبية بروح مفعمة بالمسؤولية والجدية والحس الوطني تجسد حكمة الليبيين وقدرتهم على تجاوز العقبات وإنهاء الانقسامات إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة لإجراء حوار ليبي يحدد معالمه وجدول أعماله الليبيون أنفسهم وفقا لمقاربة وأجندة ليبيا محضة ودون ما تدخلات أجنبية التي لم تسهم إلا في تعقيد مشهد الأزمة الليبية وتوسيع هوة الخلافات والاصطفافات الداخلية. حضرات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الليبي، السيدات والسادة الحضور، إن اجتماع أزيد من 110 وربما قريبا 120 نائب بمجلس النواب الليبي الموحد يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة من قبل الأخوات والإخوة الليبيين لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد إلى أسمى مؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه في 2014. إن انعقاد هذا الاجتماع الأول لأعضاء مجلس النواب الموحد في مدينة طنجة بهذا العدد الهام الذي يتجاوز النصاب القانوني، اليوم احنا ثلاث أخماس وقريبا أربع أخماس النواب سيكونون في هذه القاعة، هذا الاجتماع الذي طال أمده اكتماله منذ سنوات إذ لم توفر إبانها في اجتماعاته النصاب القانوني الضروري لنظامية جلساته بحضور كافة النواب الذين يعبرون عن إرادة الشعب الليبي للخروج بقرارات مصيرية تعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ووحدتها ولحمتها الوطنية. هذا الاجتماع هام لأن لمجلسكم دور هام في الهيكل المؤسساتية للدولة الليبية، إذ يتولى مجلسكم السلطة التشريعية للدولة وإقرار التشريعات والسياسات العامة للدولة خلال المرحلة الانتقالية، يمنح الثقة لمجلس الوزراء ويسحبها، يعتمد الميزانية والرقابة على السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة. كل هذا يجعل من مجلسكم جسما محوريا في أي عملية سياسية وأي مرحلة انتقالية بليبيا. السيدات والسادة،
لقد أخذ المغرب على نفسه عهدا بدعم جهودكم والتعبئة لإنجاح حواركم من منطلق أن الاختلاف الذي طال مجلسكم آن الأوان أن يترك المجال للأخوة والوئام، لا سيما أن هذا المجلس يعبر عن آراء الشعب وأمال الشعب وطموحات الشعب الليبي، والتي حتما هي بعيدة كل البعد عن أي توجه أو ميل نحو الفرقة والتشرذم المنبوذين. وفي هذا الصدد نتمنى بكل صدق أن يتكلل هذا الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي الموحد بمدينة طنجة بنتائج ومخرجات بناءة نحو توحيد مجلس النواب وتمكينه من القيام بواجباته وفقا لرؤية موحدة ومتكاملة وشاملة يرسمها ويحدد معالمها كافة أعضاء المجلس بمختلف أطيافهم السياسية وامتداداتهم الجغرافية، حتى ينهض مجلس النواب الليبي للقيام بالدور والمهام الملقاة على عاتقه كأسمى مؤسسة عليا تجسد إرادة الأمة الليبية الموحدة وتصونها من التدخلات الخارجية وتحافظ على سيادة دولة ليبيا ووحدتها الترابية. فالانتظارات من اجتماعاتكم كثيرة، يمكنني شخصيا اختزالها فيما يلي: أولا، تدويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة طويلة من التباعد. ثانيا، تحديد تاريخ ومكان لعقد اجتماع مجلسكم الموقر فوق الأرض الليبية قريبا إن شاء الله. ثالثا، توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي. رابعا، تزكية التفاهمات المهمة التي توصل إليها الحوار الليبي في بوزنيقة والمتعلقة بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالسخيرات. خامسا وأخيرا، تهيئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المهمة المقبلة من خلال إعادة تحديد وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال التمثيل والتشريع والمراقبة. أخواتي إخواني، إن الشعب الليبي اليوم ومعه المجتمع الدولي برمته يترقب إلى ما ستؤول إليه مشاورتكم، وكلهم ثقة في روحكم الوطنية وغيرتكم على مصلحة بلدكم والتي ستمنحكم الصبر والمثابرة من أجل تدليل الصعاب في سبيل توحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا الشقيقة من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أي 24 ديسمبر 2021 بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية. وإذ أتمنى لكم مقاما طيبا ومباركا في المغرب، وإن كانت رأيت بأن يتحدثون عن يومين، لا، أنتم في بلدكم طول الفترة الضرورية لإنهاء الحوار وإنهاء المشاورات، فأنتم في بلدكم والوقت الذي تحتاجوه للبقاء في طنجة لإكمال المشاورات نحن بجانبكم وأنتم بين أهلكم. أرجو من العلي القدير أن يوفقكم في إنجاح هذا الاجتماع ويسدد خطاكم بما يحقق نقلة نوعية في مسار هدم الصعاب التي واجهت ليبيا الشقيقة التوق لبناء مؤسسات الديمقراطية والانطلاق في مسار التنمية خدمة لأبناء الشعب الليبي. وخير ما أختم به كلمتي هو قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الخارجية المغربي، أحييكم بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب الليبي العظيم، ونثمن عاليا دور المملكة المغربية ومساعيها الحثيثة في إيجاد حل للأزمة السياسية في بلادنا.
كما نشكر المملكة ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على هذه الدعوة الكريمة ولا حسن الاستقبال والضيافة، وهذا ليس بغريب على المملكة. السيد الوزير، السيدات والسادة، إن العلاقات الطيبة بين الشقيقتين ليبيا والمغرب لها جذورها العميقة عبر التاريخ، وما تواجدنا اليوم بين ظهرانيكم وفي مدينة طنجة بالمملكة المغربية تلبية للدعوة الكريمة التي وجهها البرلمان المغربي للبرلمان الليبي للاجتماع هنا لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الذين حالت الظروف في بلادنا دون التئامه. إن هذا العمل إنما يدل على أوصال الأخوة التي تربط بين شعبينا، وعلى الدور الفاعل للمملكة في حلحلة كافة القضايا العربية والمغاربية، ووقوفها بقوة خلف تحقيق الاستقرار في المنطقة بصفة عامة وفي ليبيا بصفة خاصة. بارك الله جهودكم، ونسأل الله الازدهار للمغرب الشقيق في ظل جلالة الملك محمد السادس وحكومته الرشيدة، وحفظ الله وطننا ليبيا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن السيد الوزير، يسر الأخوة في مجلس النواب أن يقوموا بإهدائكم درع، ويتفضل السيد النائب سالم بنيدي بتسليمه إليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.